السلام عليكم. بمناسبة عيد الفطر المبارك أتقدم إلى كافة العالم الإسلامي وإلى الشعب الجزائري خاصة بأطيب وأحر تهاني، متمنيا من الله سبحانه عز وجل دوام الصحة والعافية، كما أطلب من الله أن يرفع عنا هذا الوباء وعن كافة بلاد المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم، عيدكم مبروك. الأمة الإسلامية عامة والجزائر الأم خاصة والشعب الجزائري، ونتمنى لكم تعيدوا بالصحة والهنا، وإن شاء الله يا ربي يرفع علينا هذا الوباء وتعود الأيام لمجاريها، والسلام عليكم. بمناسبة العيد المبارك أتقدم إلى الأمة العربية نقول لهم عيد مبارك سعيد، وخاصة الأمة الجزائرية نتمنى لهم عيد مبارك سعيد وكل عام وهم بخير، وندعو الله عز وجل إن شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة عيد الفطر المبارك أتقدم بأحر التهاني للشعب الجزائري وإلى الأمة الإسلامية جمعاء، نطلب من الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء. صحة عيدكم، كل عام وأنتم بخير، الله يغفر الذنوب، تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير.